الكائنات جميعها لها الصيغة الجزيئية سي ان اتش 2 ان زائد 2 سي ان اتش 2 ان زائد 2، حيث ان هي عدد الكربونات في الجزيء. على سبيل المثال، اذا كان لدينا كربون واحد في الجزيء، نضع واحد في الصيغة هنا سي 1، ومن ثم 1 ضرب 2 زائد 2 وتصبح سي 1 اتش 4، وسنحصل على الميثان. اذا سي اتش 4 وهو الميثان. وشاهدنا الصيغة البنائية للميثان عدة مرات، وهو كربون مع 4 ذرات هيدروجين بهذا الشكل. ماذا عن ذرتي كربون؟ نضعهم في الصيغة هنا، وهذا سيكون C2، ومن ثم 2 ضرب 2 زائد 2 ويساوي 6 C2H6. هي الصيغة الجزيئية للألكان بذرتي كربون، وهو جزيء الإيثان. هذه هي الصيغة البنائية للإيثان، الكربون في رابطة مع كربون آخر مع 6 هيدروجينات حوله بهذا الشكل، أو حولها بهذا الشكل. هناك الملايين من المركبات العضوية، ويجب أن يكون لدينا طريقة منطقية لتسميتهم: كربون واحد ميثان، اثنان إيثان. وهذه الأسماء تحدد عن طريق ما يسمى أيوباك نومينكليتشر سيستم. أيوباك تشير إلى الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية، وهي لجنة من عدة كيميائيين اتفقوا على تسمية كل هذه الجزيئات في طريقة منهجية. ولبقية هذا الموضوع سنركز على تسمية الجزيئات حسب الأيوباك نومنكليتشر، وهو نوعا ما لخصت هنا في هذا الجدول بعضا منها. إذا كان لدينا كربون واحد، فإن الاسم هو ميث. وإذا كنا نتعامل مع ألكان، فإن النهاية ستكون آن لهذا الألكان الذي يحتوي على ذرة كربون واحدة، يسمى ميثان كما شاهدنا من قبل. ألكان من ذرتي كربون الأساس هو إث، وهذا سيكون إيثان. وبالطبع نهاية المقطع تعتمد على المجموعة الوظيفية التي لدينا، لكن هنا نتعامل فقط مع الألكانات 3 كربونات، الأساس هو بروب. وإذا أردنا رسم ألكان ب3 كربونات، هذه ستكون الصيغة البنائية للبروبان. بروبان 4 كربونات هو بيوت. وإذا أردنا رسم الصيغة البنائية ل4 كربونات بهذا الشكل، هذا سيكون بيوتان، و5 كربونات سيكون بنتان. إذا سأرسم البنتان ويمكن المتابعة هنا، لكن أعتقد وصلتكم الفكرة. هذه كلها سلاسل من الألكانات، وهذا يعني أن هناك خط واحد من الكربون، كربون واحد مباشرة بعد الآخر. 6 كربونات سيكون هيكس أو هيكسان، 7 كربونات سيكون هبت أو هبتان، وثمانية أوكتان، وتسعة هي نونان، وعشرة هي ديكان. ويمكن رؤية البقية منهم هنا، أنديك أو أنديكان للكربون 11، هكذا الإكس ل20. وهذا ليس فقط للألكان، لكن للزمر الوظيفية الأخرى، لذا هو مهم للحفظ. كل هذه هي أصول للتسميات. إلى الآن تحدثنا عن السلاسل المستقيمة للألكان. ماذا لو كان لدينا سلسلة متفرعة للألكان كهذه؟ إذا يمكن رؤية أنه ليس هناك كربون مباشرة بعد الآخر كالسلسلة المستقيمة، حيث يمكن رؤية هذا أو سلسلة تخرج من هنا لنجد أطول سلسلة من الكربون للتسمية. إذا هذه مهارة يجب تطويرها عندما نتعلم التسمية. إذا بدأنا من هنا سنجد أطول سلسلة كربون. إذا صرنا هكذا يمكن رؤية سلسلة الكربون. كم عدد الكربونات في تلك السلسلة؟ حسنا، هنا 1، ومن ثم 2، 3، 4، وأخيرا 5 هنا. إذا هناك 5 كربونات في هذه السلسلة. وعند العودة هنا إلى تسمية أيوباك، نرى أن 5 كربونات تعني أن التسمية هي بنت، وسيكون بنتان. إذا الاسم هو بنتان لهذا المثال. إذا هذا الجزء يسمى بنتان، أو هذا الجزيء. وما الذي يخرج من سلسلة الألكان المستقيمة هذه؟ لدينا شيء خارج منها هنا، هنا ذرة كربون، مجموعة CH3 تتفرع من جزيء البنتان، وهذا يسمى
تفرع جانبي substituent شيء يخرج من السلسلة الأصلية، وهي مجموعة أو مجموعات متصلة مع السلسلة الأصلية، group connected to parent chain. إذا كيف يمكن تسمية هذه المجموعة الجانبية أو الفرعية؟ حسنا، هو كربون واحد، وهذا ما يسمى مجموعة الألكل. الألكل، وهذه ليست ألكان بل ألكل. لذا المقطع النهائي لمجموعة الألكل سيكون واي ال، لكن ما زلنا سنستخدم الاسم الأصلي بحسب الأيوباك لتسمية مجموعة الألكل. إذا كان هناك كربون واحد، سأعود هنا إلى الجدول حيث كربون واحد في الكيمياء العضوية لديه اسم أصلي هو ميث، وهذه مجموعة ألكل. إذا لدينا ميث زائد واي ال، لذا يسمى هذا مجموعة مثل، والتي تناولناها عدة مرات في الفيديوهات السابقة. إذا لدينا مجموعة مثل موصولة مع السلسلة المستقيمة أو السلسلة الأصلية والتي تسمى بنتان. إذا هناك مجموعة مثل تخرج من البنتان في الموقع الثاني، وسنخوض بالتفاصيل عن تسمية الأيوباك في الفيديو التالي. إذا الآن لنحاول تحديد بعض المجموعات الفرعية التي تخرج من السلسلة الأصلية. وأول خطوة عند استخدام تسمية أيوباك هو إيجاد أطول سلسلة كربون ممكنة في هذا الجزيء، هي سلسلة من 5 كربونات. لنأخذ مثال آخر أكثر تعقيدا، هنا 3 صيغ بنائية لنفس الجزيء، ولنرى إذا كان بإمكاننا إيجاد بعض سلاسل الكربون لهذا الجزيء هنا لنجد أطول سلسلة كربون. لنبدأ من هنا لننظر إلى هذا الجزء من الجزيء، وسنحاول إيجاد أطول سلسلة كربون. إذا هذا قد يكون أول احتمال، كم كربون في هذه السلسلة؟ واحد، لنعدها حسنا، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. وإذا أردنا تسمية هذا كسلسلة أصلية سيكون هبتان، بما أن لدينا 7 كربونات هنا هبتان. ماذا عن المجموعات الفرعية أو الجانبية الخارجة من الهبتان؟ هناك مجموعة من ذرة كربون واحدة تخرج من الموقع الثاني، إذا كربونة واحدة كما شاهدنا ستسمى مجموعة مثل، ولدينا ذرتي كربون تخرج من ذرة الكربون الثالثة. نعود هنا لإنعاش ذاكرتنا حول ما هي التسمية الأصلية لذرتي كربون في الكيمياء العضوية. إذا ذرتي كربون ستكون إث، وبما أنها مجموعة ألكل إذا ستكون مجموعة إيثيل خارجة من ذرة الكربون الثالثة. حسنا، إذا لدينا هنا مجموعة إيثيل وتخرج من ذرة الكربون الثاني، ولدينا مجموعة إيثيل خارجة من ذرة الكربون الثالثة كما ذكرنا، ومن ذرة الكربون الرابع هناك مجموعة أخرى من الإيثيل هكذا. لنقل أننا اخترنا طريقة أخرى لإيجاد أطول سلسلة. لنقل أننا سنبدأ من أسفل هنا. قد تقولون أن هذه تبدو كأنها أطول سلسلة كربون من النظرة الأولى. إذا لنرى ماذا لدينا، لنرى كم عدد الكربونات لدينا. إذا افترضنا أن هذه هي أطول سلسلة كربون، لنرقمهم أو لنرقم الكربونات، لنسمي هذا كربون واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. ومرة أخرى نسمي هذا هبتان. هبتان، كم عدد المجموعات الفرعية التي تخرج من هذا الجزيء؟ لدينا مجموعة مثل تخرج من ذرة الكربون الثانية، ولدينا مجموعة إيثيل تخرج من ذرة الكربون الثالثة، ولدينا مجموعة أخرى للإيثيل تخرج من ذرة الكربون الرابعة. إذا هذه نفس الحالة بالضبط مثل المثال الأول. إذا هذه نفس الشيء، إذا لا يهم أي من هذه نختار، لأن تسميتهم نفس الاسم. لنقارن هذين الاثنين مع الجزيء أسفل هنا مرة أخرى، هو نفس الجزيء لكن لنقل أننا اخترنا مسار آخر. لنقل بدأنا من أسفل هنا، سنقول أن هذه تبدو كأطول سلسلة كربون، نسير هكذا ونقول
هذه أطول سلسلة كربون. كم عدد الكربونات في هذه السلسلة؟ حسنا، 1، 2، 3، 4، 5، 6، و7. إذا أي نوع من المجموعات الفرعية لدينا في هذا الجزيء؟ حسنا، يخرج من ذرة الكربون الرابعة هنا مجموعة إيثيل، ومن ذرة الكربون الثالثة هذا يبدو معقد. هذه ليست سلسلة مستقيمة، هذه هي أكثر مجموعة متفرعة معقدة، والتي سنسميها في الفيديو التالي. إذا لهذا الجزيء لدينا تفرعين. بالنسبة للجزيء في الأعلى لدينا 3 تفرعات، والسؤال هو أي واحد من هذه ستكون الطريقة الأصح للتسمية؟ إذا لدينا 3 سلاسل بنفس الطول، كلها لها 7 كربونات. 7 كربونات. كيف يمكن حل هذه العقدة؟ تسمية الأيباك تعتمد على اختيار أطول سلسلة مع أكبر عدد من المجموعات الفرعية. مع أكبر عدد من المجموعات الفرعية، في الأعلى لدينا 3 تفرعات جانبية، وفي الأسفل لديه 2 من التفرعات الجانبية. وإذا أردنا تسمية هذا الجزيء باستخدام تسمية أيباك، سنختار الطريقة في الأعلى للتسمية، والتي سنخوض بالتفاصيل بها في الفيديوهات التالية. إذا لنفحص الآن السايكلو الكان. قمنا بعمل سلسلة الكان مستقيمة، والآن لنفحص السايكلو الكان. هذا الهيكل هنا لنرى كم عدد الكربونات في هذا المثلث. هناك 1، 2، 3 كربونات. إذا أردنا رسم هذا الجزيء وكل الذرات المتعلقة به، سيكون هناك 3 كربونات هكذا. ولإكمال قاعدة الثمانية، سيكون هناك أو يجب أن يكون لدينا ذرتي هيدروجين على كل كربون بهذا الشكل. إذا هذا سايكلو الكان. إذا هذه الكربونات تشكل حلقة الآن. إذا الصيغة الجزيئية لهذا الجزيء ستكون C3H6. وإذا أردنا رؤية النمط للسايكلو الكان، هو إذا كان لدينا N من الكربونات، يجب أن يكون لدينا N2 من الهيدروجين للسايكلو الكان. إذا هذا السايكلو الكان لديه 3 كربونات. إذا نعود إلى الجدول هنا لنرى التسمية حسب الأيوباك. نرى هنا 3 كربونات، يجب أن تكون التسمية بروب. وبما أن هذا هو الكان، سيكون بروبان، لكنه سايكلو الكان. إذا سنسمي هذا سايكلو بروبان. الجزيء التالي يبدو كمربع. كم عدد الكربونات داخله؟ هناك 4 كربونات. إذا هذا سيكون بيوتان، لكن بما أنه سايكلو سيكون سايكلو بيوتان. لنحل مثالين آخرين. هنا لدينا شكل خماسي، إذا هناك 5 كربونات. إذا هو بنتان، وسيكون سايكلو بنتان. إذا لدينا سايكلو بنتان، وربما أهم شيء في السايكلو الكان هو عندما يكون لدينا 6 كربونات، ستكون سايكلو هكسان. إذا هذا الشكل هنا سيكون سايكلو هكسان. إذا هذه مقدمة للألكانات والسايكلو الكان. وفي الفيديوهات التالية سنخوض بتفاصيل أكثر. نراكم.